مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، ويوم جديد وحلقه جديده والسادسه مساء. اهلا وسهلا بحضراتكم. تتلخبط الاوراق وتتعاد الحسابات، كلام كتير جدا عن امكانيه تاجيل قبل نهائي افريقيا، الاهلي، الوداد، الزمالك، الرجاء. بالتاكيد كل فرقه بتعيد حساباتها. لغايه النهارده او لغايه اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها مفيش حاجه واضحه، مفيش حاجه مؤكدة. ده يأثر علينا ازاي؟ اعتقد انه بشكل كبير جدا، واجمعت كل اراء في الفترة اللي فاتت انه ده هيصب في مصلحة النادي الاهلي من ناحية الجاهزية، من ناحية عودة المصابين او اكتمال القائمة بشكل كبير جدا. ولكن هل يتغير مسار البطولة نفسها؟ هل من الممكن ان احنا نرجع تاني للكلام على فكرة البطولة المجمعة زي ما شفنا مثلا في دوري ابطال اوروبا، وزي ما كان مطروح قبل كده في السيناريو السابق انه دوري ابطال افريقيا يقام بنظام البطوله المجمعه؟ السيناريو مش واضح، واحنا في انتظار حقيقه وضوح الصوره اللي بعتقد انها بشكل كبير جدا هتتضح خلال ساعات في تواصل بين كل المسؤولين، سواء فيما يتعلق طبعا باتحاد الافريقي والمكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي مع رؤساء الانديه المصريه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه عموما، مش بس دوري الابطال، بتكلم على الاهلي، بتكلم على الزمالك، بتكلم على بيراميدز. من المفترض انه هيكون في اجتماع حاسم يوم الخميس اللي جاي على مستوى المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي، واعتقد كمان قبل الاجتماع ده هيسبقوا اجتماع تاني لجنه الانديه. من المفترض انه تم التواصل مع كابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وعضو اللجنه عشان يتم الاستماع لوجهه نظر النادي الاهلي طبعا في فكره استكمال سيناريو بطوله دوري الابطال. ده ياثر ازاي على مشوارنا في الدوري، او ياثر ازاي على تفكير واستعداد اللعيبه في مباريات الدوري؟ الاهلي طبعا بيستعد النهارده انه يلعب ماتش حرس الحدود او يلعب مع حرس الحدود في لقاء اعتقد هيكون مفيد بشكل كبير جدا لتشكيله المارد الاحمر ولريني فايلر. ولا ايه ساره؟ مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي وبرنامج السادسه. ساعتين ونص خلاص بيفصلونا عن مباراه الاهلي وحرس الحدود، ثلاث نقط مهمه بنتمنى ان شاء الله ان احنا ناخدهم وخلاص نقرب من حسم بطوله الدوري. بس خلينا الاول قبل ما نبدا التغطيه الخاصه لمباراه النهارده، معانا الحقيقه انترفيو مهم جدا عبر سكايب مع كريستيان كارامبو نجم منتخب فرنسا السابق. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. ميرسي، بونسوار. طيب خلينا نتكلم طبعا بعد مشوار حافل بالنجاح سواء مع منتخب فرنسا او مع الانديه اللي انت لعبت لها، وخصوصا طبعا الملكي الابيض ريال مدريد. يهمنا نعرف كريستيان كارامبو في اي موقع حاليا في نادي اولمبياكوس. حاليا أنا في اليونان مع الفريق أولمبياكوس كمدير رياضي اليوم. طيب البداية لو تكلمنا على المنافسات وعلى الدوري اليوناني، إزاي بتشوف قوة المنافسة داخل الدوري اليوناني، وإزاي بتقيم كمان؟ أنا بيتهيألي فيه أكتر من لاعب مصري، منهم عمرو وردة، منهم كوكا كلاعبين مصريين بيشاركوا مع فرق الدوري اليوناني، ازاي بتقيم مستوياتهم؟ نعم، البطولة اليونانية هو منبثق عن البطولة الأوروبية، وبالتالي هو جزء من المنافسات الأوروبية. وأود أن أشير أولا أن بالنسبة لوردة أو كوكا هما لاعبين من المستوى الأول، وأنا أود أن أؤكد على النوعية التي رأيناها من كافة اللاعبين المصريين سواء كوكا أو وردة على الأخص، أو محمد صلاح بالطبع الذي يلعب لليفربول وهو بطل المنتخب المصري وبطل على مستوى العالم. وأنا سعيد جدا أن كوكا يلعب معنا في فريقنا، والذي تمكن أيضا من أن يرينا قدراته وأن يحقق لنا العديد من النقاط. برأيك ليه أخفق ريال مدريد في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم ده؟ ما
Écoutez, déjà, il y a eu l'absence de Ramos طبعا غياب راموس الذي أخر l'évolution du تطور النادي mais voilà, لكن c'est vrai qu'il y a des هناك أيضا لاعبين أساسيين حتى وإن كان راموس لم يلعب الماتش مقابل سيتي ولكننا نحترم الحكم ونحترم أيضا الفائزين بالمباراة وأنا أعلم أن زيزو عمل كل ما هو في استطاعته حتى يتمكن الفريق من الحصول على اللقب في إسبانيا ولكن قبل كل شيء كان لديهم الثقة في أن يلعبوا في الشامبيونشيب ونحن نرى أن مانشستر سيتي وغوارديولا قاموا بمجهود مميز على الرغم من تفوق الكرة الفرنسية على مستوى المنتخب الأول إلا أنه الأندية الفرنسية حتى مع وصول باريس سان جيرمان وأولمبيك ليوني للدور قبل النهائي في بطولة دوري الأبطال ما زالت الأندية الفرنسية عاجزة على الحصول على البطولات القارية من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب؟ نعم هي فرق انت متعت بخبرة أكبر ولديها خبرة دولية وإن كانوا أن ورونا تفاعل قوي إلا أن ليون الذي خرج من قبل النهائي وباريس سان جيرمان في النهائي نرى أيضا أن في المجمل هذا تطور شديد للمسابقة الفرنسية وأن كثير ما أدى إلى أن يكون هناك بالنسبة للكرة الفرنسية الخبرة والنتائج التي أرونا إياها من خلال المواهب الشابة التي ظهرت سواء إمبابي أو وآخرين نرى في مجمل الصورة أن هناك ثقافة كروية في فرنسا بدأت في الإظهار الازدهار سواء بالله من خلال النوادي الكبرى وهو ما يعطينا زخم وكذلك اعتياد أو القناعة الداخلية أن فرنسا قادرة على التقدم سواء على مستوى الأوروبي أو المستوى المحلي. كنت بتتكلم على تألق صلاح مع ليفربول، كنت عايزة أسألك شايف من وجهة نظرك إذا كان من المفروض أن صلاح خلاص ياخد خطوة جديدة يروح دوري تاني زي ما كان فيه كلام بيتقال ولا يستمر مع ليفربول بالإنجازات اللي هو عاملها؟ محمد صلاح قدم العديد لليفربول وإن كان ليفربول هو النادي الأفضل حتى الآن أنا رأيته في بازل وكذلك مقابل آيس روما واليوم كذلك برضو مع تشيلسي ومع يعني إن أردت القول ممكن أيضا أن نذكر فرقا أخرى ولكن أنا أرى أن محمد صلاح في ليفربول هو في مكانه الأنسب وأن ذهنه حاضر قادر على أن ينتج لنا كرة قدم قوية سواء على مستوى اللعب الفردي أو اللعب الجماعي وهناك أيضا العديد الذي يمكن تحسينه في مستواه والكثير الذي يمكن إعطائه سواء لفريقه ليفربول أو للاعبنا المصري الحبيب ولفريقه القومي وأنا أسف إن كان جرح في المسابقة في روسيا ولكنه يلعب مع فريق تربطه به علاقة سلسة وأنا أرى أن كوكا أيضا يمكنه اللعب على مستوى الفريق القومي وعلى المستوى الدولي أيضا. طيب بمناسبة ذكرك للاعبين المصريين ومشوارهم في الدوريات الأوروبية أنت شخصياً كان ليك أكتر من تجربة في اللعب في دوريات مختلفة منها الليغا الأسبانية منها في ريال مدريد طبعاً ميدلسبرا في الدوري الإنجليزي في البريمير ليج اللعب في فرنسا واللعب في اليونان في من وجهة نظرك حالياً في التوقيت الحالي إيه هو أقوى دوري على مستوى الدوريات الأوروبية وإيه أفضل دوري بتشوف أنه قدام اللعيبة المصريين فرصة كبيرة للمشاركة فيه؟ أعتقد أن كل اللاعبين المصريين
لديهم موهبة كبيرة ويجب أن يلعبوا في كل النوادي وفي كل المارشي، وأن انضمامهم يعني كما رأينا مع محمد صلاح وهو إن بدأنا مشوارنا الفني في عمر شاب يمكننا من خلال ذلك والانتقال من نادي إلى آخر أن نصل إلى البريمير ليج، وإن كان البريمير ليج هي مسابقة قوية جدا ولها صدارة على مستوى العالم وقادرة على أن يتابعها مستوى مشاهدين على مستوى العالم كله، وأقصد بذلك المليارات من المشاهدين، وبعدها تأتي الليغا الأسبانية وبعدين البوندسليغا وأخيرا الليغ الأول في فرنسا. كلها إن أردنا القول كل يعني على المصريين اللاعبين المصريين بما يمتلكون من موهبة أن يلعبوا في كل هذه المسابقات وأن يقدمون نفسهم بالصورة الأمثل. عايز أسألك أكيد عن انطباعك عن مصر بعد زيارتك ليها في جولة كأس العالم. أنا شخصيا أحب مصر وأحب أفريقيا بالمجمل وهي قارتي، ولكن مصر بتاريخها سواء بداية من رمسيس والأهرامات وفي الوقت ذاته أود القول أن الشعب المصري لمس قلبي بما رأيناه منه من معاملة ومن قدرة على التفاعل. أحببتهم، أحببت الشعب وأحببت الهندسة وأحببت المكان، والثقافة هي قريبة إلى قلبي. شعبكم شعب هو بالمجمل أحبه، وأتمنى للشعب المصري أن يستكمل هذه النوعية من الحياة التي أحياها بكل وجدانه، وأن تنتشر هذه الثقافة على مستوى العالم وكل ما تحمله الأهرامات من أسرار. الشعب المصري لديه أسرار أكبر. هذه مصر التي احتلت العالم بحبهم، يعني أن أحبها العالم. والكرة المصرية إن سمحتم لي أحببتها بالضبط كما أحببت مصر وثقافتها وأسرارها. هل أنت متابع للكرة الأفريقية بشكل عام والكرة المصرية بشكل خاص؟ وهل بتشوف أنه الكرة المصرية من الممكن أو في أسماء معينة من الممكن أنها تنضم أو تلعب للأندية الأوروبية؟ إن سمحتم لي بالنسبة للفرق المحلية الأندر 19 تابعته، وكذلك المنتخب القومي تابعته، والنهاردة عندنا حسن كوكا مثلا الذي يمكنه أن نتقدم له بالسؤال أن يرشدنا عن من هم اللاعبون الشباب الذي يمكنهم أن يكونوا إضافة. لابد أن يكون هناك سكاوتس باحثون عن هذه المواهب والذي يمكنهم أن يضيفوا الكثير للنوادي. فهو الأولمبياكوس كسب 47 لقب منذ 95، وما أود أن أقوله أن احنا نمشي على خط واحد، ولهذا أنا أتقدم بخالص التقدير والمباركة للمسابقات المصرية التي كانت محل اهتمامنا، وكذلك لعبهم على مستوى الأفريقي تابعته وكانت إضافة للكرة، ومشاركة المصريين في كأس أفريقيا وكأس العالم كان محبب لي، ورأينا فيه أن الشباب قادرين على أن يقدموا الكثير وأن يمارسوا الرياضة بصورة بروفيشنال. طب فيما يتعلق برجوعا للدوريات الأوروبية، إيه اللي بتعتقد أنه بينقص الفرقة اليونانية وعلى رأسها طبعا أولمبياكوس بصفتك أحد المسؤولين هناك للمنافسة في البطولات القارية المختلفة؟ لا اكوتي
حين نتحدث عن البريمير ليج مثلا، هم لديهم ميزانية كبيرة تصل إلى من 100 مليون مثلا، وهناك بالتالي فرق كبير على مستوى التمويل. البودنس ليج برضو بنتكلم في 100 مليون لكل فريق. الليغا الأسبانية على ذات المستوى بنتكلم في حدود من 45 إلى 150 مليون يورو كميزانية للفريق الواحد، وبالتالي هو أمر يصعب الآن بعض الشيء أن نتنافس معهم على هذا المستوى. وبالتالي من الواضح أنها حقوق البث التلفزيوني هي التي قد تمنحنا بالتالي خطوة إلى الأمام. فحقوق البث يعني إن أردنا هي أمر إيجابي يمنحنا نقاط حتى على مستوى التعامل مع الويفا، وأن نحرز أهداف مقابل النوادي الكبرى، ولكن مطلوب مننا أن نقدم الكثير من العمل واستراتيجية راجحة، وأن نختار المواهب الشابة والتي من خلالهم يمكننا أن نقدم نفسنا على مستوى العالمي. بما أنك متابع للكرة الإفريقية والنادي الأهلي هو الأعرق والأكبر في إفريقيا، يعني إيه مدى شعبية النادي الأهلي، أو تعرف إيه أكتر عن النادي الأهلي؟ نعم سمعت عن الأهلي وأنا أتابعه. أنا كنت أقول منذ دقائق أنه يمكنه أن يفوز بالمسابقة 142، ونحن اليوم أنا أعلم أنه النادي الذي حقق الكثير من النقاط، وهو الماتش الذي كسب أكبر عدد من المباريات على المستوى المحلي، وله الشعبية الكبرى وله قاعدة كبيرة من المتابعين. وبالتالي نعم الأهلي أولا ثم الزمالك وآخرون، الجونة، وادي دجلة، لأن أيضا لي أصدقاء يدربون في نوادي المصرية كونياس. ونعم أنا أتابع البطولة المصرية والبطولات الأفريقية الأخرى بكل قلبي. هل ممكن أنك تنضم لأصدقائك في يوم من الأيام ونشوفك بتعمل في أحد الأندية المصرية إذا تلقيت عرض مناسب؟ نعم أنا كل أبوابي مفتوحة. والكرة القدم هي تحدي، وهو أيضا تدريب على مستوى الحياة، هي خبرة حياة، وبالتالي كل فرصة متاحة يجب أن نأخذها بمنتهى الجدية. كريمبو، ممكن أطلب منك تقول لي أفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظرك في العالم حاليا، ومين هو اللي بتعتقد انه المدير الفني الافضل ايضا على مستوى العالم؟ واو، هناك العديدون، كلوب، زين الدين زيدان، غارديولا واخرين، هناك الكثيرون، ولكني اسمح لي أن أتقدم عن بطالة أسماء فقط. كلوب، زيدان، وغوارديولا، أعتقد هما الأفضل الذين يجعلون فرقهم تلعب وتقدم توقيت دقيق في اللعب. كيف يمكنني أن أعبر؟ يقدمون لعبة غنية ومتنوعة من مختلف إمكانيات اللاعبين، وقد قادوا فرقا كبرى، ومن خلال برضو مجموعة فنية كبيرة. يعني مثلا لو بصينا لجيزو أو باب، هم من الأفضل بالنسبة لي. وعلى مستوى اللاعبين؟ ب
أكبر اللاعبين حاليا يمكنني القول محمد صلاح أولا، والذي لا وكذلك ميسي وكريستيانو بالطبع، ولكن مع الأسف أنه جرح في آخر مسابقة عالمية، ولكنه لم يكن بعيدا عن تحقيق اللقب، لكنه شاب ويمكنه الفوز أو تحقيق العديد من الألقاب، وربما هناك أيضا إمباكيكي الذي يصل رويدا رويدا، وشباب آخرين يتقدمون ويقدمون الجهد الكبير نحو تحقيق مستوى عالمي مع مثلا فريق برشلونة، وسوف نرى جميعا من هم المستجدون. أكيد تابعت أزمة ميسي مع برشلونة، كنت شايف أنه قرار صح أنه بعد الإخفاق في دوري أبطال أوروبا أن اللاعب ده يمشي من برشلونة ولا لا؟ ليس لأحد أن يقرر في مستقبله الكروي القرار النهائي، بالتالي هو له وحده، وإن كان الأمر بالنسبة لي يعني نوع من الشك، فهو صورة أيقونة حيث في مكانه الحالي كبر وتقدم، وانظروا معي كم سنة كان يلبس نفس الفانيلا، ولكن القرار في الآخر هو له وحده، أو أن ينهي الكارير بتاعه معهم أو أن يستكمله، هو قرار، وأنا إن كنت شخصيا أرجو له المزيد من النجاحات، وأتمنى له كل التمنيات القلبية. كريستيان كاريمبو، كل الشكر ليك على التواصل معنا على شاشة النادي الأهلي وفي السادسة، طبعا نجم فرنسا، بطل العالم، واحد من الأجيال الذهبية اللي حملت بطولة العالم، واللي مثل عدد كبير جدا من الأندية أشهرها ريال مدريد، وأهلا وسهلا بيك دايما على شاشة الأهلي وفي مصر. نروح بقى لمتابعة أخبار استعداداتنا النهاردة إن شاء الله. المارد الأحمر بعد ساعتين تقريبا، ساعتين وشوية، يقابل حرس الحدود على ملعب الماكس. هنتعرف على تفاصيل أكتر في السادسة بعد الفاصل. كل سنة وانت طيب. واحد من لعيبة الجيل الذهبي في النادي الأهلي وفي منتخب مصر كمان، يعني دوري أبطال أفريقيا وكاس سوبر، ويعني الحقيقة كاس أمم أفريقية، الحقيقة لاعب كبير جدا من الجيل الذهبي. كل سنة وانت طيب. قول له يا احمد كل سنه وانت طيب. هقول له طبعا لازم اقول له كل سنه وانت طيب. باراكوتا ملك الحركات الزئبقي، الحقيقه لعيب خط نص من اللعيبه النادره، يعني الحقيقه مصدر خطوره دائم ومستمر ومتحرك في فريق نادي الاهلي الحقيقه، وذكريات كثيره جدا وبطولات اكتر الحقيقه. زي ما قالت ساره، احنا بنتكلم على 5 بطولات افريقيا، وده رقم كبير جدا، يعني اذا كان النادي الاهلي نادي القرن الافريقي قدر ان هو يكسب بطولة افريقيا 8 مرات، فبركات لوحده قدر ان هو يفوز مع النادي الاهلي ب5 بطولات افريقية و3 سوبر، ويشارك في كاس العالم في اليابان، واعتقد انه كمان كان من ضمن نجوم المنتخب المصري اللي فازوا ببطولة افريقيا 2006. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت بخير وصحة وسعادة. اعتقد انه واحد من اللعيبة اللي مش هينساها ابدا جمهور وعشاق النادي الاهلي على مر التاريخ. ودي مجدي وتعدي مجدي مع بن ياسين جوه الجول. النهارده احتفالاتنا كتير، كمان عيد ميلاد واحد من عمالقة كرة القدم المصرية كابتن ربيع ياسين، النهارده عيد ميلاده 60. كل سنة وهو طيب الحقيقة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يا أحمد. طبعا كابتن ربيع في غير أن أنا أتكلم عنه، الحقيقة مهما اتكلمت مش هوفيه حقه، لكن الحقيقة لما نيجي نتكلم على اللاعب النموذج، أكيد كابتن ربيع ياسين ملك الناحية الشمال، وأعتقد أنه
كتير من الناس تتفق معايا انه على قد مستواه الفني الرائع ومهاراته الكبيره جدا، كانت اخلاقياته كمان جزء او سبب رئيسي في حب الجماهير ليه، اللي ما تقدرش ابدا تنسى صولات وجولات كبيره الحقيقه الكابتن ربيع ياسين سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. كل سنه وانت طيب يا كابتن ربيع. نروح لاخبار الاهلي بقى يا احمد. النهارده ماتش الاول قبل ما نقول اخبار واستعدادات الفرقه، بيتهيألي ماتش مهم جدا ممكن تزود من اهميته يا ساره وتخفف من حد التوتر فيه التطورات الخاصه بدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. انا بيتهيألي انه اللعيبه يمكن اللي شددهم قوي الحقيقه عامل حاله من حالات الضغط عليهم في الفتره الحاليه هو اقتراب موعد دوري الابطال، واعتقد انه وجود النهارده او في كلام انه دوري الابطال جوله قبل النهائي يعني ذهاب واياب ممكن تتاجل، ده الى حد ما هياثر او هيكون له تاثير النهارده في ماتش حرس الحدود. تفتكري بقى انت التاثير ده يكون سلبي ولا ايجابي؟ انا شايفه انه المفروض اللعيبه ما تشغلش نفسها باي كلام سواء هيتاجل او مش هيتاجل، وده كان فايلر قاله يا احمد انه انا ماليش دعوه، انا جاهز انا ولعبتي، يتلعب الشهر ده يتلعب الشهر اللي جاي، انا جاهز انا والفريق. لكن لو على فكره ممكن يكون اشاعات التاجيل دي اللي طلعت من قبل كده اصلا لما في صحف مغربيه ومسؤولين من المغرب قالوا انه خلاص اكيد ان دوري الابطال هيتاجل، والكلام ما طلعش من الكاف ومصر ما كانتش عارفه حاجه، وده اساسا كان عليه علامات استفهام كتير قوي. هو دلوقتي في حاله غضب يعني، هو اوريدي بعد الاعلان انه ماتش الوداد والرجاء في المغرب الديربي هناك هيتلعب يوم 24، المفروض الماتش عندك 25 و26، الزمالك يلعب الرجاء 25 والاهلي والوداد 26. فيعني ايه انه المغرب تبقى بتتكلم انه في تاجيل اكيد، والكاف ما طلعش كلام، ومصر مش عارفه حاجه. طب الجمهور الاهلي وجمهور مصر بشكل عام مش ليهم حق ان هم يتضايقوا؟ مش ليهم حق ان هم يسالوا هو ازاي ما مدى نفوذ المغرب في الاتحاد الافريقي؟ بس خليها برضو عشان نحط الامور في نصابها الصحيح، الموضوع لا يتعلق بالرياضه او بكره القدم او ومسابقات الاتحاد الافريقي بشكل مباشر، الموضوع ليه علاقه بوضع استثنائي في المغرب، موضوع ليه علاقه بظروف الطيران، هل هيحصل لوك داون بسبب كورونا. خدي بالك انه احنا على مستوى العالم بس مش على مستوى المغرب ومش على مستوى مصر، احنا في توقع شديد بانه هيكون في هجمه شرسه ثانيه لكورونا، وبالتالي ده من ممكن يبقى مرتبط بقرار سلطات مغربيه بانه ما يكونش في فتح المجال الجوي، وده بالتاكيد ياثر على بس ده اللي اتقال بس من امبارح يا احمد. لكن من قبل كده كان احنا طبعا بنتمنى الشفاء لكل لاعبي الوداد، ونتمنى والاهلي دايما بنقولها جاهز ان هو يلعب اي فريق بكامل قوته، بس اللي احنا بنتكلم فيه يا احمد لو في نيه للتاجيل لازم الطرفين يكونوا عارفين. لكن انه يبقى في كلام انه بيتاكد في المغرب ومصر مش طرف عارف، ده دي المشكله. طيب على كل الاحوال احنا عيون الجمهور الاهلاوي النهارده على ماتش حرس الحدود، وزي ما قلنا الناس عايزه تتفرج على مستوى يليق بالنادي الاهلي. المكسب مهم؟ اه مهم. الثلاث نقط مهمين طبعا، مهمين جدا، لكن الاهم من ده ويمكن ده اعتقد يجي في المرتبه الاولى عند جماهير النادي الاهلي قبل الثلاث نقط وقبل حسم بطوله الدوري، هو انه انا اطمن على مفاتيح اللعبه في النادي، اطمن على وجود الاساسي والبديل على نفس المستوى، اطمن على التاكتكس اللي بتتلعب او بتتنفس في الملعب، اطمن على مستوى اداء قوي يليق ببطل القرن في افريقيا ويليق ايضا بالتجهيز لمرحله قبل النهائي والنهائي ايا كان شكلها وايا كان معادها. زميلنا كريم احمد جاهز معانا. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، ومساء الخير على زميلتي ساره، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. تطمن كده جمهور الاهلي اللي بيتابعنا في السادسه وتقول لنا استعدادات المباراه او الاهلي النهارده لمواجهه حرس الحدود في او على ملعب المكس. أنا في البداية طبعا أكيد يعني بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، بتفق معاك تماما يعني الجمهور منتظر بشكل كبير جدا الأداء، يعني الحمد لله يمكن النادي الأهلي بيقدر إن هو يكسب بثلاث نقاط في ثلاث نقاط، لكن منتظرين نطمن بشكل كبير جدا على كل لعيبة النادي الأهلي. خلاص المرحلة اللي جاية نقدر نحسم فيها 11 نقطة مش بعيد على لعيبة النادي الأهلي إن هي تقدر تحسم وتبص بقى للبطولة الأفريقية الحلم الكبير لكل جمهور النادي الأهلي. عايزين نطمن على كل اللعيبة على الشكل العام على الروح على شخصية الأهلي، كل ده اللي احنا إن شاء الله بنأمله بإذن الله النهاردة تكون انطلاقة لفريق النادي الأهلي. ثلاث نقاط يعني مش
مش جديد على النادي الاهلي ان انت تحرز ثلاث نقاط، لكن الجديد ان احنا نطمن بشكل كبير جدا على الحاله المعنويه، الحاله الذهنيه، حاله الرغبه عند كل لعيبه النادي الاهلي اللي عندنا ثقه كبيره جدا فيهم وفي الجهاز الفني ان هم ان شاء الله باذن الله يكونوا مصدر سعاده لكل جمهور النادي الاهلي. احنا متواجدين كالعاده طبعا استاد الماكس اللي هيستقبل مباراه اليوم، حرس الحدود والنادي الاهلي، كل الامور خد ماشيه بشكل مميز ورائع جدا، سواء الاجراءات الاحترازيه للدخول والخروج، كمان يمكن ذكرت ان مديريه امن الاسكندريه عامله شغل مميز جدا، اكدنا وقلنا ان مفيش جمهور، لكن الشكل العام رائع ومميز، التنظيم هنا حاجه رائعه جدا. بنتمنى ان شاء الله بقى الشغل الفني يكون على اعلى مستوى، ومستر ريني فايلر تحديدا يكون موفق في اختيار التشكيل اللي عايز طبعا يعني من خلالك نقدر نقول التشكيل المتوقع بنسبه كبيره جدا مع رؤيتنا للتدريبات الاخيره لفريق النادي الاهلي في حراسه المرمى للشناوي، خط الظهر من الشمال لليمين علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، احمد فتحي في المنتصف، حمدي فتحي واليو ديانج، وامامهم احمد الشيخ وجونيور اجايه بيعود للتشكيل، ومحمد مجدي قفشه، والاختيار سيكون بين مروان محسن واليو بجودي، يمكن نقدر نقول الاقرب في هذا التشكيل او الاقرب بالنسبه لي مستر ريني فايلر على التدريبات الاخيره. بنتمنى ان شاء الله كل اللعيبه تكون موفقه. نقطه كمان حابب اتكلم معاك فيها وهو محمود عبد المنعم كهربا. النهارده يمكن خلاص نقدر نقول المباراه دي هي النهايه بالنسبه للايقاف الخاص بمحمود عبد المنعم كهربا، والقرار هيكون فني وليس اداري، لان في حمله كبيره جدا على كهربا تحديدا، يعني شفنا الفتره اللي فاتت خلاص القرار الاداري اتطبق، كهربا قبله بشكل كبير، اعتذر، القرار القادم هو قرار فني وليس اداري. بنتمنى ان شاء الله باذن الله مباراه الاسماعيلي محمود عبد المنعم كهربا بيؤدي اداء اكثر من رائع في التدريبات، بيتمرن صباحي مركز بشكل كبير جدا، باذن الله يكون متواجد في القائمه الخاصه من مباراه الاسماعيلي، كل اللعيبه مركزه بشكل كبير، لكن تحديدا اللعيب زي محمود عبد المنعم كهربا لو خد فرصه بشكل كبير هيرجع تاني، هيرجع لفورمه المباراه، وده اللي بنستناه ان شاء الله زميلي احمد وزميلتي ساره من كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ملعب المباراة إن شاء الله اللي منتظر إنه يستضيفها ملعب الماكس الأهلي وحرس الحدود النهارده. يعني كهربا مهم جدا للسكواد بتاع النادي الأهلي، في لعيبة كتير جدا أعتقد إنها لو فورمة أو مستواها يعني مكتمل بشكل كبير ترفع من ترمومتر أداء النادي الأهلي، أجاييه واحد منهم، علي معلول واحد منهم، مروان محسن واحد منهم، وبالتأكيد كهربا وصالح جمعة. أعتقد إنه الخمس أسماء دول لو اتحركوا في الفترة اللي جاية بشكل إيجابي يأثروا على مستوى الأهلي بشكل طبعا كبير جدا وملحوظ، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للأهلي بكل نجومه. طبعا خلينا قبل ما نستكمل أخبارنا مع حضراتكم نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. برحب بحضراتكم من جديد. خلينا نقول لحضراتكم يعني أبرز أرقام في تاريخ لقاءات الفريقين الأهلي وحرس الحدود. مواجهة النهاردة هي رقم 31 بين الفريقين، الفوز طبعا كان حليف النادي الأهلي في 25 مباراة، والتعادل كان في 3 مواجهات بس بين الفريقين، لكن حرس الحدود قدر أنه يفوز على الأهلي قبل كده في مواجهتين بس أو مرتين بس. تاريخ المواجهة الأولى بيرجع لمنتصف ستينيات القرن الماضي، تحديدا موسم 64-65 لما كان اسمه خفر السواحل، وكانت آخر لقاءات الفريقين في الدور الأول من الموسم الجاري. أكبر فوز بقى في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي لما فاز بأربع أهداف مقابل لا شيء، وده حصل في مناسبتين، الأولى كانت موسم 2006-2007 وبالدور الثاني، وسجل الأهداف عبد الحميد حسن وعماد متعب ومحمد شوقي وفلافيو، والثانية كانت في موسم 2015-2016 وكانت الأهداف لرامي ربيعة ومؤمن زكريا وهدفين لسعد سمير. حقيقة يمكن أرقام مبشرة، وأعتقد أن احنا لو رجعنا أغلب إحصائيات النادي الأهلي مع معظم أندية الدوري هنلاقي تفوق طبعا كبير كاسح. طبعا نتمنى أنه يستمر النهاردة، والأهم يكون في عرض قوي يفرح كده الأهلوية وهم بيتفرجوا على الماتش. الحقيقة خليني أقول فايلر هيلعب ببادجي ومروان ولا لا؟ مش عارف يعني من الواضح إيه أنا يعني مش قادر طبعا أقرأ دماغ المستر فايلر في تجهيز لماتشات الوداد، لكن بيتهيألي إنه أي مدير فني هو داخل على قبل نهائي بطولة هيبقى بيجرب أكتر من طريقة، بيجرب يلعب بمروان وبادجي، بيجرب يبتدي مرة برأس حربة واحد صريح ومعاه اتنين على الأجنحة، تلعب ماتش الوداد ازاي ده كلام نتكلم فيه يعني انا بتهيالي قبل الماتش لما السكواد تبقى كامله ونشوف مستويات اللعيبه على الاقل في الماتشين ثلاثه اللي جايين، اعتقد نقدر نقول ايه الطريقه الامثل، لانه في النهايه هي اوراق، لو انت عندك اوراق جاهزه وفورمه عاليه تقدري توظفيها بشكل معين، ده ممكن بالتاكيد ياثر على قرار طريقه اللعبه بالنسبه لريني فايلر قبل مواجهه الوداد. خلينا نطمن حضراتكم كمان على الشحات وعلى السوليه.
النهاردة طبعا احنا الحمد لله يعني إصابة السولية مش إصابة كبيرة، وإن شاء الله بإذن الله أعتقد أنه ممكن يكون جاهز على ماتش الإسماعيلي، أو على الأقل تقدير بعد ماتش الإسماعيلي يرجع مرة تانية عشان يخش في القائمة بتاعة الفريق. كابتن حسين الشحات، السولية النهاردة أجروا تدريبات تأهيلية، وإن شاء الله بإذن الله برضو أعتقد أنه الإسمين طبعا السولية مقدم سيزن ولا أروع، يعني أعتقد أنه واحد من الأسماء الأساسية اللي بنبتدي نحطها ونبني عليها بعد كده الفريق. نتمنى ان شاء الله يخش فورمه، يستعيد طبعا، يرجع بالسلامه الاول ويخش فورمه الماتشات بسرعه. الشحات اللي ممكن يكون محتاج وقت، احنا بنتكلم على فتره غياب طويله جدا، فعشان هو رجع بالسلامه وابتدى يتمرن او زي ما قلت اتحرككم في تدريبات تاهيليه، لكن يرجع فورمه في خلال وقت قد ايه، ده السؤال اللي هيجاوب عليه الشحات بنفسه، وان كان وجوده طبعا في فورمه عاليه قبل مواجهه الوداد يضيف ورقه في غايه الاهميه لسكواد المارد الاحمر. الحقيقة كل دي أكبر إيجابية أحمد، سواء رجوع أو السولية والشحات وخلاص إيقاف كهربا اللي بينتهي، كل دي أكبر إيجابية أنه السكواد يبقى كامل فعلا قبل أفريقيا. إن شاء الله بإذن الله يعني يساهموا نجوم طبعا من العيار التقيل ما حدش يقدر ينكر، وكل فرقة النادي الأهلي كلها نجوم كبيرة جدا عندها القدرة إن شاء الله أنها تحسم البطولة. المطلوب الحقيقة شوية تركيز أكتر، نبذل مجهود أكبر، عارف ومتأكد تماما أنه غياب الجماهير وهي دايما اللاعب الاول واللي بتحرك وبتهز جبال زي ما بنقول باثر بشكل كبير، ولكن رجاله الاهلي ان شاء الله يكونوا قدها ودود. طيب نروح للدكتور اشرف صبحي. نروح لدكتور اشرف صبحي. الحقيقه الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه اجتمع النهارده مع ممثلي ومبعوثي الاتحاد الدولي لكره اليد باستاد القاهره الدولي علشان يناقشوا اخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصه بالانتهاء من كافه الاعمال بالاربع صالات الرئيسيه المستضيفه لمنافسات مونديال اليد في الفتره من 13 ل 31 يناير. طبعا بطوله مهمه جدا، حدث عالمي ان مصر تستضيفه الحقيقه، وكنا بنتكلم قد ايه على قد ما هنظهر بشكل حضاري باذن الله زي ما حصل في القرعه وزي ما حصل في افريقيا، ولكن بنتمنى الحقيقه كل التوفيق لمنتخب مصر لان المنافسه مش سهله ابدا، بس اعتقد اختيار القرعه اختيار المجموعه اللي احنا هنبقى فيها برضو يا احمد كان اختيار موفق. انا لاول مره طبعا بتابع تفاصيل القرعه وافهم انه منتخب الدوله المضيفه من حقه انه يختار المجموعه اللي هيشارك فيها، وفهمت طبعا انه الموضوع ما بيبقاش حسابات مجموعه واحده، بيبقى المجموعه والمجموعه المجاوره، يعني الجهاز الفني للمنتخب المصري لما جه يختار المجموعه السبعه كان عينه على السبعه والثامنه، لان دول بيتاهل منهم اعتقد ست منتخبات يعملوا دوره ثانيه يخرج منهم الاول والثاني عشان يتاهلوا للادوار، وكانوا شايفين انه السبعه والثامنه هم افضل مجموعتين يكون فرص المنتخب المصري فيها للتاهل كبيره جدا. كل التوفيق لمنتخب مصر، وشكرا شكرا شكرا مصر على التنظيم المشرف والرائع لحفل القرعه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين لاعيبه النادي الاهلي ابتدت تتحرك خارج الفندق عشان استعدادا طبعا لمواجهه حرس الحدود. خلونا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. طبعا بعد ما رحب بحضراتكم مره ثانيه، خليني اقول لحضراتكم انه حاله الارتباك اللي في الاتحاد الافريقي بخصوص طبعا استكمال بطوله دوري الابطال يمكن تكون بتتكرر على كل المستويات، ويمكن في حاله ترقب بشكل كبير جدا لمدى استقرار المسابقات العالميه في ظل احتماليه عوده جائحه كورونا لا قدر الله مره ثانيه بنفس الشكل وبنفس المستوى اللي شفناه السنه دي. الحقيقه بالمناسبه دي رابطه الدوري الانجليزي كانت اصدرت بيان او وجهت تحذير شديد اللهجه لكل انديه البريمير ليج قبل ما يبتدي الموسم الجديد. الموسم الجديد مفترض ان شاء الله هيبتدي كمان ايام، تحديدا يوم 12 سبتمبر اللي جاي، وهيبتدي الموسم موسم الدوري الانجليزي باربع لقاءات، منها او ابرزها لقاء ليفربول وليدز يونايتد وفولهام هيلعب ارسنال، وماتش خاص بمانشستر سيتي واستون فيلا اتاجل، وبرنلي ضد المان يونايتد ايضا تم تاجيلهم وفقا لما ذكرته صحيفه الديلي ميل البريطانيه. رابطه الدوري الانجليزي وجهت التحذير ده بانه لن يتم الغاء اي مباراه في حال
اكتشاف إصابة أحد لاعبي الفرق المشاركة بفيروس كورونا. والحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم مشكلة تفشي فيروس كورونا مستمرة بشكل كبير في المملكة المتحدة قبل طبعا انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي. كمان الصحيفة قالت أن رابطة البريمير ليج طلبت أندية الدوري الإنجليزي بضرورة إدراج لاعبين شباب في القائمة للاستعانة بيهم طبعا تعويضا لما يكون في أي لاعب مصاب بفيروس كورونا في أي وقت. ده زي ما احنا اتكلمنا من قريب أن القائمة احتمال السنة الجاية تبقى بنسبة طبعا للدوري المصري الأندية تبقى عندها 35 لاعب مسجلين على قائمتها منهم بالضبط. 5 هيكونوا من فريق الشباب. طيب انا بيتهيالي انه يعني العالم السنه الجايه لا قدر الله اذا تفشى الفيروس بشكل كبير جدا ما اعتقدش انه هيحصل نفس التكرار لنفس السيناريو اللي واجه بيه العالم كله. لا طبعا مش كله. بنفس يعني القوة. اعتقد انه من الصعب جدا وكل الاتحادات فيما يتعلق طبعا بالمسابقات الرياضيه احنا عندنا كمان الاولمبيكس اللي اتاجلت يا ساره من 2020 اللي هتقام في اليابان ل 2021 اعتقد انه من الصعب بشكل كبير جدا يكون في تاجيل للبطولات سواء على مستوى المستويات المحليه او حتى على مستوى البطولات الدوليه. خلاص وقت قليل قوي بيفصلنا عن مباراه الاهلي وحرس الحدود. نتمنى ان احنا ان شاء الله نكون بنحتفل مع حضراتكم بكره بفوز النادي الاهلي ونقترب خطوه كمان من حسم الدوري المصري ونتفرغ لافريقيا. تابعوا كمان تغطيه خاصه مكمله على قناه الاهلي للمباراه. نشوفكم بكره على الف خير.